يا سيدي ومولاي يا إمام الرحمة يا سيدي ومولاي إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا جميعا إن شاء الله with your voices to Imam al-Kadhim يا وجيها عند الله اشفع لنا ما شاء الله اشفع لنا لمن على الجسر ناشون لا يشيعه من الورى غير حراس وسجان لمن على الجسر نعشوه يستهان به كميت غير ذي شأن وعنوان لمن على الجسر نعشون لا يجهزه أهل المودة من صحب وعنوان لمن على الجسر نعشون ما أعد له ضريح قبر ولم يدرج بأكفاني نعش لابن جعفر تحمله فأين عنه سرايا لعدنان الغل في رجله والقيد في يده وبالعباءة لفه خير جثمان أمس وحيد بالحديث لما جرب سمى رشيد
على الجسر جابه وبرجل الحديد وبالعبا ملفوف الثياب هيا هي وبالعبا مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحين مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات الله والفضل صنوي نجي رسول الله في الخلوات قفا نسأل الدار قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطمي عنده وجريت دمع العين في وجناتي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي جنون نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنا والله تضمنا الرحمن في الغرفات بسام جسم من الهضم ينظم بسام وثغري بالفرح ما يوم والله بسام على المات بحبس هارون بسام وجثت على الجسير ظلت رمية هيا وجثت على الجسير ظلت هيا رمية هيا جوابك نال إن شاء الله بارك الله بك ها هذا الغريب مني وين أهل راحة وين أريد وانتك ها هذا الغريب مني وين أهل راحة
مات بسجن مظلوم وبيعذنب مسموم. نعم عادة الميت يا شيعة لما نسكن وننام تحضر أولاده وخوته عن يسارة وعن يمينة. هذا لي وسده ويجب له وذاك لي غمض لعينه. احنا ما شاهدنا ميت بالحديد مقيدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لما كثرت الوشايا بالإمام موسى الكاظم عليه السلام إلى هارون، صمم الأخير على اعتقال الإمام موسى بن جعفر وإيداعه السجن، ولذا فقد أصدر حكمه إلى الشرطة باعتقاله. فجاءوا يبحثون عن الإمام فوجدوه قائما يصلي عند قبر جدي رسول الله، فقطعوا عليه صلاته ولم يمهلوه من إتمامها. وحمل عليه السلام من هناك إلى سجن البصرة مقيدا بالحديد وعيناه تسيلان دموعا وهو يقول: إليك أشكو يا رسول الله. When the conspiracies against the Imam increased, they were relayed to Harun. He then decided to arrest Imam Musa ibn Ja'far. They came to the Imam and found him praying next to the grave of his grandfather Rasulullah in Medina. They interrupted his prayers and did not let him finish. And the Imam was taken to the prison in Basra in metal chains, tears in his eyes, saying, "To you I complain, O Rasulullah." ولما أوصلوا إلى البصرة سجن عند عيسى بن جعفر مدة مقفلان عليه السجن، لا يفتح له إلا للطهور وإدخال الطعام. وكان عليه السلام يقضي أوقاته في السجن بالعبادة والتضرع إلى الله، وسمع يقول: اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم فلقد فعلت فلك الحمد. وبعد تلك المدة طلب عيسى بن جعفر من هارون نقل الإمام إليه، لأنه ما رأى من الإمام إلا العبادة والبكاء من خشية الله، وكان محرجا بسبب وجود الإمام عنده. فقبل الطاغية طلب عيسى ونقل الإمام إلى بغداد مقيدا بالحبال والحديد، تحف به الشرطة والحراس حتى أوصلوه إلى بغداد، فأودع في سجن الفضل بن الربيع ثم في سجن الفضل بن عيسى. When they arrived in Basra, he was imprisoned by Isa ibn Ja'far. He was not allowed outside of the prison, only to perform wudu. The Imam would spend his time in prayer, in nearness to Allah. He was heard to say, "Oh Allah, you know that I had asked you to free me so I could worship you freely. Oh Allah, you did, so all praise is due to you.
After a short time period, Isa ibn Ja'far asked Harun to transfer the imam to him because he did not see anything from the imam other than worship and crying in fairness of Allah. So he, Isa, was embarrassed with the presence of the imam. So the tyrant agreed to Isa's request and he was transferred to Baghdad, tied in rope and chains, surrounded by soldiers until they reached the prison of Fadl ibn Rabi'. He was later transferred to the prison of Fadl ibn Yahya. ثم أمر بنقل الإمام إلى سجن السندي بن شاهك ثم أمر بنقل الإمام إلى سجن السندي بن شاهك وكان السندي عدوا لآل محمد ناصبيا قاسي القلب وأمره بالتضييق على الإمام وتقييده بثلاثين رطلا من الحديد وأن يقتل عليه الأبواب وأن يقفل عليه الأبواب ولا يدعه يخرج فامتثل السندي أمر طاغيته هارون فوضعه في طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار وأوثقه بالحديد حتى أثر ذلك في جسد الشريف لذا ورد في زيارته وصلي على موسى بن جعفر المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود. هارون then ordered the imam to be transferred to the prison of Sindi ibn Shahik. Sindi was known for his hatred towards the Ahlul Bayt and a man of hard heart. Harun ordered Sindi to severely oppress the imam and wrap him in 30 pounds of metal chains. Sindi followed his orders and put the imam in a hole that the imam did not know day from night and wrapped in chains where the effects were seen on his body. That is why in the imam ziyarah it is said, and prayers upon Musa ibn Ja'far, the one tortured in the bottom of the prisons wrapped in chains. ودخل على إمامنا علي بن سويد وهو من شيعة الإمام فقال له متى الفرج لقد ضاقت صدورنا فأجابه الإمام أن الفرج قريب قال متى سيدي قال يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد. علي بن سويد, he was from the Shia of the Imam, came to the Imam asking, when is the reappearance? We long to see you. The Imam replied, the reappearance is close. He said, when, O Master? The Imam said, on Friday at the bridge of Baghdad. وقدم اللعين الرطب المسموم إلى الإمام وأجبره على أكله فرفع باب الحوائج يده إلى السماء وقال يا رب إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي ثم تناول 7 رطبات فأكلها وقيل 10 ثم امتنع فقال له السندي زد على ذلك فرمقه الإمام بطرفه وقال حسبك قد بلغت ما تحتاج إليه بعد ذلك أخذ السم يسري في بدنه والإمام يعاني أشد الآلام في تلك الطامورة
وأحاط به الأسى والحزن حيث لا أحد من أولاده وأهله وأحبته عنده. The cursed one Sindhi gave the poison dates to the Imam and forced him to eat. So the Imam had 7 dates. Sindhi ordered the Imam to eat 10 more, but the Imam refused and said to Sindhi, you have accomplished what you set out to achieve. After a short while, the poison cursed through the body of the Imam. He suffered a severely painful time in the hole at the bottom of the prison. He suffered alone, no family or children around him. بقي الإمام على هذه الحال 3 أيام، وبينما هو يسمع أخشن الكلام وأغلطه من السندي بن شاهك وهو في تلك الحالة، إذ أدخل عليه السندي 80 رجلا من وجوه بغداد وأعيانها، وقال لهم: انظروا إلى هذا الرجل، هل حدث فيه حدث؟ فقال الإمام لهم: اشهدوا أني صحيح في الظاهر، ولكني مسموم هاجركم الله يا شيعة يا موالين. The Imam continued in this situation for 3 days, all the while hearing Sindhi insult him and his family. At that time, Sindhi came to him in the prison with 80 of the Baghdad nobles and said to them, "Look at this man. Is there anything that has happened to him?" The Imam said, "Bear witness that I may appear fine on the outside, but I have been poisoned." أجركم الله يا شيعة يا موالين. إلى أن دنت ساعة المنية من إمامكم، توجه نحو القبلة. He faced the قبلة، فمدد رجليه. He stretched out his legs. He rested his arms. His forehead started to sweat. فمدد رجله وأسبل يديه وعرقت جبينه، غمض عينه، سكن أنينه، وفاضت روحه الطاهرة. أين من ينادي وإماما؟ أيوا السيدة، أيوا مسموما، أيوا السيدة، أيوا مظلوما. قال علي بن سويد: جئت أنا وجمع كثير من الشيعة في ذلك اليوم إلى جسر الرصافة، وإذا بجنازة مطروحة، والمنادي ينادي: هذا إمام الرافضة، قد مات حتف أنفه، فانظروا إليه. فجعل الناس يتفرسون في وجهه. يقول علي بن سويد: جئت لأنظر إليه، وإذا به سيدي ومولاي. وإذا به سيدي ومولاي موسى بن جعفر. أيوا إماما،
أيوا السيدة أيوا إماما. حال لسان علي بن الرضا، حال لسان إمام الرضا عليه السلام يقول: آي أبويا عجزتي شفتك مدة، آي أبويا دمعتي سالت على الخد، والله صعبة شفتك بحزني وهمي، والله صعبة اي والله صعبة شفتك بحزني وهمي، والله صعبة حتى ايدك يا ابويا تدمي، والله صعبة زيدت يا ابويا حزني، من مغيبة يمتى ترجع بسلامة، من مغيبك يمكن الجمعة العلامة، يا الله من مغيبك سالت الدمع يا ابويا، من مغيبك سالت الدمع يا ابويا. آي ابويا عجزير شفتك مدى، آي ابويا ودمعتي سالت على الخد، والله صعب شفتك بحزني وهمي، والله صعبة حتى ايدك يا ابويا تدمي، والله صعبة زيدت يا ابويا حزني، من مغيبة يمتى ترجع بسلامة، من مغيبك يمكن الجمعة العلامة، من مغيبك سالت يا فأخذ علي بن سويد بالبكاء والنحي عند رأس الإمام، فبينما هو كذلك إذ مر به طبيب نصراني كانت بينهما صحبة، فقال له ابن سويد: أقسمت عليك بالمسيح إلا ما رأيت ما سبب موت هذا المسجى؟ قال: اكشف لي عن باطنه.
قال اكشف لي عن باطن كفه فكشف له عن باطن كف الإمام فأخذ ينظر فيها وهو يهز رأسه قال ابن سويد أخبرني ما رأيت قال يا ابن سويد ألي هذا الرجل من عشيرة قال بلى هذا موسى بن جعفر سيد بني هاشم قال يا ابن سويد ابعث إلى أهله فليحضروا وليطلبوا بدمه فإن الرجل مقتولا مسموما علي ابن سويد and the followers of the Imam cried in horror and sadness at the head of the Imam. In this state, a Christian doctor was present. Ali ibn Suwayd recognized him and as a friend and said to him, I ask you that you uncover the truth of what happened to this prisoner. He said, reveal to me the soles of his palms. Upon seeing the palms of the Imam, the Christian doctor shook his head. Ibn Suwayd said, tell me what happened. The doctor said, O son of Suwayd, does this man have a tribe? Yes, he Musa, son of Ja'far, a member of the Bani Hashim. He said, O son of Suwayd, tell his tribe to prepare for compensation or avenging his blood, for this man has died from poisoning. Allah ya galub dhubu ya dam'ani tfajjar lilli yadhab sijin rijis galba tfattar Umar al-Taghi tshil ibn Ja'far hamamil shalaw al-jinaza wala mishat khalf rayajil Allah rayajil lakin aqul لا أجن أقول اتخف الأحزان والله ما مات مثل حسين عطشان ولا داست علي الخيل سمت له بالشام نسوان ولا سمت له بالشام نسوان إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.